أنا اسمي زهير خادوني. المركز اللي صارت فيه المجاوزة مركز سبيت لا حي الخضرة بوكحي ولاية القصرين. المجاوزة تعتبر في أمي وخالتي نشوف ننتخبوا، قالوا لهم فندي صحوا، قالوا لهم مرة ما نعرفوش صحوا، صحوا هما في بلاستهم واخذوا فني الورقة متاع الانتخاب، عملوا خروات في بلاستهم وحطوا في الاقتراع في الصندوق. بالنسبة للملاحظة متاعي، عندنا في تونس كم تراب الجمهورية، أماتنا وبياتنا وأخواتنا أميين، يلزم هنا القانون اللي يزيد الدخل باش يدخل ينتخب، تدخل معه أمه ولا يدخل معه حصيله واحد مقرب من العائلة يعرف الأخرى ويعمل الكروة باش ما تصيرش هالمجاوزات هذه من نوعات. وإن شاء الله في المرات الجاية توازية فنزي متعدة ديما نصلحوا رواحنا. تو الأمي احنا عندنا في تونس راه وماتنا وباتنا فنزي وإخواتنا ناس أميين، ما فيها بيت يدخل واحد مقرب من العائلة باش ما تصيرش مثل هذه المجاوزات. ما نرجعوش للتالي، احنا نحبوا نقدموا ونحبوا البلاد اللي تمشي للامام ونحبوا المصحه ونحبوا المصحه العليا. بالنسبه للملاحظه هنا اكبر خطا، اللي هابط يولي طالع والطالع يولي هابط، ناس تاكا فهمي يصحوا كيف نجي وتدخل عليها المجاوزات اللي كيف ذكرت هذه.